قلت أحسن الله إليكم الحمد لله لقد قرأت صحيح الإمام مسلم بالكمال والتمام على العلامة المحدث عبد السبحان ابن محمد العمال الأعظم وهو حصل الإجازة من الحافظ محمد الغندلوي المتوفى سنة 1400 من الهجرة في سنة 51 و300 من الهجرة وهو أخذ الإجازة عن الحافظ عبد المنان المتوفى سنة وهو أخذ الإجازة عن الحافظ عبد المنان سنة 33 و300 من الهجرة عن الشيخ عبد الحق البنارسي المتوفى سنة 76 و200 من الهجرة بمنى عن الإمام محمد بن علي الشوكاني المتوفى سنة 50 و200 من الهجرة والشوكاني سمعه من لفظ السيد العلامة عبد القادر بن أحمد بن والشوكاني سمعه من لفظ السيد العلامة عبد القادر بن أحمد من فاتحته إلى خاتمته وهو يرويه عن جماعة منهم شيخه العلامة محمد بن الطيب المغربي وهو يرويه عن شيخ إبراهيم بن محمد الداعي عن فاطمة الشهرزورية عن الشمس الرملي عن القاضي زكريا عن أبي النعيم الإرواني العقلي عن الشريف أبي الطاهر محمد بن كويك عن أبي الفرج عبد الرحمن المقدسي عن أحمد بن عبد الدائم عن محمد بن صدقة الحراني عن فقيه الحرم محمد الفراوي عن عبد الغافر عن محمد الجلودي عن إبراهيم بن محمد بن سفيان عن مؤلفه الإمام أبي الحسن محمد بن سفيان محمد بن سفيان عن مسلم هذه روايه كم واسطه بين الاثنين واسطه ماما إلى مسلم من الجاية ما مكتوب رقم ما مشكلة المهم هذه هي الرواية التي نحن نرويها أهل المشرق وهذه الرواية التي بنى عليها الإمام النووي شرحها وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين